الكريم سمعنا عن قرأنا عن علماء ومشايخ وقبلهم. أنا خريج في شريعة الجامعة دمشق، تابعنا هذا الموضوع ويمكن ندخل في نقاش مع طلاب أحيانا. هو الحد الفاصل، يعني في خلاف ما بين ما قرأناه في جامعة دمشق وما بين كتبكم أو بعض مذاهبكم أو اجتهاداتكم. الحد الفاصل ما بين سنة الزوائد والسنة التبعية حد، يعني خيط لم نستطع أن نمسك طرفه. أنا ذكرت لك أول الخيط آنفا، قلت لك أن بعض هذه السنن التي نقول إنها سنن عادة كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام. فهي على سبيل المثال إذا سمحت، تفضل. كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام، فهو أقرهم عليها، منها هذه الإمامة، منها النعال اللي تحدثنا عنها. فهذه ما دامت كانت معروفة من قبل من عادات العرب في الجاهلية، وهم كما تعلمون وثنيون الذين عندهم، فأقرهم الرسول عليه السلام على ذلك، فصارت جائزة الفعل. والرسول بالتالي بحكم المحيط الذي كان يعيشه كان أيضا يلبس ما يلبس الناس ولا يتميز عليهم بشيء آخر. لكن سأعطيك الآن مميز آخر غير الشيء الذي فعله العرب من قبل ثم فعلوه في زمن الإسلام، والرسول عليه السلام أقرهم على ذلك، فكان هذا من أمور العادية التي لا يتدخل الشريعة فيها، أفعلها المسلم أم تركها. ولكن إذا جاء حديث من أقواله عليه الصلاة والسلام يحبذ شيئا من تلك العادات والتقاليد التي كان العرب عليها قبل البعثة المحمدية، حينئذ هذا القول يرفع من شأن تلك العادة ويدخلها في سنن العبادة ويخرجها عن سنن العادة. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن اللباس البياض خرج عن كونه من سنن العادة ودخل في سنن العبادة. هذا هو إذن المقياس. إن جاء شيء كان العرب يفعلونه ورسول أقرهم عليه فهو سنن عادة، وإذا حبذ الرسول عليه السلام شيء من ذلك انتقل من سنة العادة إلى سنة العبادة. هذا هو الفاصل الذي تسأل عنه، ولعله واضح. اللحية أي نعم، هو كذلك. وجامعتكم ماذا قررت؟ أولا هم لم يطلقوها حقا. لا بس شوف شوف في كلمة تقال: خذ ما يقول ودع ما يفعل. أيوة، يعني أنت بتعرف العصمة ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنضر مثالا الآن، هل يوجد مسلم أستاذ في الجامعة أو بغير الجامعة يقول يجوز للنساء المسلمات أن يتبرجن؟ لا عفوا اسمح لي، أرجو أن يكون جوابك في حدود سؤالي. طيب تفضل. هل يوجد عالم سواء كان دكتور أو كان شيخ يعرف الإسلام يقول يجوز للمرأة المسلمة أن تتبرج؟ لا يقول، لا يجوز أن يقول. لا يا أستاذ المهديك، سؤالي يوجد أو لا يوجد؟ هل يوجد من يقول بجواز تبرج المرأة المسلمة؟ لا يوجد. هذا هو الجواب. لكن الآن
أسألك، ألا يوجد نساء كثير متبرجات لبعض المشايخ والدكاترة؟ يوجد. ها شايف لون. طيب كيف اندفعت؟ تفضل يا سيدي. إذا نأخذ من قولهم وندع من فعلهم، فهذا اللي بيدرسنا مثلا قوله تعالى من المفسرين في العصر الحاضر دكتور أو غير دكتور، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لكن مرته ما بتجلبب، شو نسوي بقى؟ نحن نأخذ من قوله وندع من فعله. إذن نعود الآن